لو انت شخص ليه علاقه بالمجال الطبي فتطبيق نيرسوميديا من اهم التطبيقات اللي لازم تكون على موبايلك، وده لان التطبيق بيقدم لك كل المعلومات اللي انت محتاجها في شغلك. هتلاقي قسم المعادلات، وده عباره عن اله حاسبه بتحسب لك كل المعادلات المهمه، وعلى سبيل المثال ازاي تدي 250 ملي من الدم على مدار 40 دقيقه. كل اللي عليك انك تكتب الارقام والتطبيق هيطلع لك النتيجة، وموجود غيرها من المعادلات التانية المهمة. وهتلاقي قسم الادوية، وده عبارة عن قسم بيقدم لك كل المعلومات الخاصة بالدواء من استخدامات وجرعات وطريقة اعطاء والادوية اللي ما ينفعش يتخلط او يتعطي معاها. وعندنا قسم الاجراءات الطبية، وده بيعرفك اهم الاجراءات الطبية اللي هتحتاجها في الشغل سواء كنت تمريض او دكتور، وكل اجراء هتلاقي المعلومات بتاعته منظمة جدا وكل خطوة بالصورة بتاعتها علشان المعلومات تكون اسهل واوضح. ده غير قسم الاي سي جي اللي هيعلمك ازاي تقرأ رسم القلب من البداية والحد الاحتراف، وكمان قسم الفنتليتور. وفي القسم ده مهما كان مستواك هتتعلم ازاي تتعامل مع جهاز التنفس الصناعي، وده لان المعلومات مكتوبة بشكل سهل جدا ومنظم. وهتلاقي قسم الاسعافات الاولية اللي هيعلمك ازاي تتعامل مع الحالات الحرجة سواء كنت في الشارع او في المستشفى، وغيرها من الاقسام التانية المهمة اللي هتلاقيها في تطبيق نيرسوميديا.